الو جيسي، بدك ترافقيني لو سمحتي، بدي انزل انا شخصيا على الارض حتى اتاكد من مدى صحه التقطيش بالانترنت والخليوي. اوكي معالي الوزير، من وين بتحب نبلش؟ خلينا نزور مركز عائلات الاطباء الموجود باخر الشارع. يلا انا جاهزه. تفضل. مرحبا دكتور شمشم. هاي دكتور شمشم. اهلا اهلا بمعالي الوزير وبحضره سكرتيرته. دكتور شمشم، بصراحه انا جاي اشوف قصه التقطيش. التقطيش؟ انسه جيسي لو سمحت لبرا شوي. لا لا لازم تكون موجوده لانه هي الوحيده اللي متابعه قضيه هالتقطيش. اف جيسي؟ ايه نعم، خبري جيسي. الشكاوى عن التقطيش مثل الشتا يا دكتور شمشم، اما اوقات التقطيش اكثر شيء هو بوقت الذروه. اف بوقت الذروه التقطيش؟ نعم. الله يساعدك، وشو بتعملي بس يقطش بهيك حالي؟ ما فيها تعمل شي جسي، عبد المنعم يوسف الوحيد اللي في وقف التقطيش بس ما بده. عبد المنعم يوسف؟ ايه نعم. طيب شو شي تعمل عندي طالما عبد المنعم يوسف وحده اللي بيقدر يوقف لك التقطيش؟ جاي يشوف اذا عندك كمان التقطيش هو ذاته. طالما انسة جسي متابعة كل التفاصيل، ممكن حضرة الوزير قشط بنطلونك شوي؟ شو؟ شو بدي قشط؟ قشط بنطلونك! ما بدي اعرف اذا التقطيش هون كمان مستمر! لك شو بدي قشط بنطلوني؟ شو عمود الارسال تحت ثيابي؟ طبعا! طب شو بدي افحص انا لكان؟ دكتور شمشم، لوين راح فكرك؟ انا جاي اشوف قصة التقطيش بالانترنت والخليوي، خبر جسي، عندك تقطيش بالانترنت والخليوي؟ نعم نعم عندي تقطيش، تقطيش كتير. قديش يعني؟ يعني بظن انه عواميد ارسال الانترنت والخليوي بيقطشوا مثل عمود ارسال رجال عمره 70 سنة. هيدي الخليوي والانترنت بلبنان مثل